اهلا بحضراتكم من جديد. واستعداد الاهلي لمباراه اسوان، مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا. احنا مش بنلعب مباراه دوري، هي المباراه حاليا اصبحت هي كلها مباراه كؤوس. الفائز مش 3 نقاط، ده انت بتقرب بشكل كبير في المنافسه والاقتراب من درع الدوري في ظل مباراه حاسمه خلال الفتره اللي جايه. تفاصيل كتير عن الاستعداد لاسوان، بعض الغيابات خلال الفتره الاخيره، الجهاز الفني هيتعامل ازاي مع الغيابات اللي موجوده، هيجهز ازاي لماتش اسوان، مباراه اسوان على استاد بيترو سبورت، الفترة اللي جاية بعد تأهل المنتخب الأولمبي لمباراة الدور الثمانية مع البرازيل، هل في تنسيق أحمد نجاد اتحاد الكورة قال إيه للأندية؟ كل التفاصيل دي هنعرفها من زميلنا محمد توفيق مراسل قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة بيتابع تدريب النادي الأهلي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طيب، استفسارات كتير وأمور كتير، لكن أول حاجة عايز أسألك عليها، الأهلي إزاي بيستعد لمباراة أسوان؟ بعض الغيابات، الجهاز الفني هيتعامل معاها ازاي؟ الحاله المعنويه، الاجواء بالنسبه لك وانت شايفها بالتاكيد من قلب ملعب التتش والدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله. زي ما قلت في البدايه محمد، احنا مش بنلعب يعني هي مباراه دوري على الورق، لكن هي في الواقع زي ما قلت هي مباراه كؤوس. انت كمان مضغوط بتلعب مباراه مطالب الفوز فيها، يعني فاضل لك 9 مباريات للظفر بلقب الدوري، مطالب بالفوز في ال9 مباريات بشكل تام عشان تحقق الدوري بدون النظر لنتائج المنافسين. زي ما انت قلت الفريق ما فيش راحه غير بس يومين بعد الفوز ببطوله افريقيا، بعد كده دخلت في مباراه البنك الاهلي ومن بعدها مباراه الانتاج الحربي. يمكن الجهاز الفني ادى الفريق يوم واحد بس راحه، ومن بعده يمكن وصل تمرينه امبارح والنهارده كمان التمرين الاخير زي ما قلت استعداد لمباراه اسوان المؤجله من الاسبوع 17. يمكن تدريب النهارده كان مقرر للخامسه مساء، ولكن طبعا نظرا لارتفاع درجه الحراره بشكل كبير جدا النهارده، فضل مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تاجيل المران نصف ساعه. يمكن انت من ورايا اكيد شايف الصوره، الفريق لسه نازل حالا في تمام الخامسه والنصف، الفريق يمكن لسه بيحصل على محاضره فنيه من المدير الفني، وبعدها هيبدا التمرين الخفيف زي ما احنا عارفين، ده التمرين الاخير قبل المباراه ان شاء الله. يعني التمرين مش هيزيد عن ساعه وربع باذن الله رب العالمين، وبعدها الجهاز الفني هيعلن قائمة من 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة إن شاء الله لمواجهة أسوان غدا إن شاء الله في المباراة المؤجلة من الأسبوع 17 في استاد بيترو سبورت 7 مساء. إن شاء الله تبقى خطوة من 9 خطوات بننتظرها محمد للظفر بالدوري والحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي و43 في تاريخ النادي الأهلي. على الجانب الاخر بقى، يمكن كنت بتتكلم كمان عن المنتخب الاولمبي وصعوده النهارده، طبعا بنبارك للمنتخب الاولمبي وصوله لدور الثمانيه وملاقات البرازيل ان شاء الله يوم السبت المقبل. يمكن كان حديث مع كابتن سعد حفيظ من اقل من ربع ساعه بالظبط داخل ملعب التتش هنا، بساله كابتن سيدي عن الموقف ايه، حضرتك كنت اتكلمت قبل كده وقلت ان احنا اخر مباراه هنلعبها بدون اللاعبين الدوليين هتكون مباراه اسوان. قال لي هو اللي حصل ما كانش اتفاق ما بين النادي الاهلي وما بين كابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه فقط، ده كان كلام كابتن احمد مجاهد لكل الانديه المصريه، ان في حاله صعودنا وفوزنا وصعود المنتخب لدور الثمانية مش هيبقى فيه اي مباريات في الدوري العام بغير اللاعبين الدوليين. طبعا زي ما انت عارف وكل الناس عارفين ان النادي الاهلي هو اكثر المتضررين، طبعا في 6 لاعبين من النادي الاهلي بيشاركوا في المباريات، فطبعا النادي الاهلي انت زي ما انت يعني 6 لاعبين بيغيبوا عنك في ظل الظروف وضغط المباريات. طبعا احنا زي ما عارفين النادي الاهلي بمن حضر واي 11 لاعب بيمثلوا النادي الاهلي طبعا بيكونوا قادرين على تحمل المسؤوليه. ولا هي في نقطة كمان يا توفيق، ولكن في ظل الظروف دي كلها طبعا وضغط المباريات اكيد في نقطة كمان، اكثر المساهمين للمشاركة مع المنتخبنا الاولمبي في هذا المحفل العالمي، لكن انت اكدت على كلام مهم جدا وتصريح رسمي من الكابتن سيد معاك منذ لحظات، قال فيه ان الاتفاق مش مع النادي الاهلي فقط، لان كمان في لعيبة بتلعب مع أندية اخرى، عندك مثلا سيراميكا كليوباترا لما يواجه الاهلي بيفتقد احمد ياسر ريان، فاتفاق المهندس احمد مجاهد طبقا اللي قاله ليك الكابتن سيد منذ لحظات، وده بقى مهم جدا عشان كل الناس تسمعه، ان ده اتفاق من المهندس احمد مجاهد مع كل الانديه، اذا المنتخب الاولمبي تاهل لدور الثمانيه مش هيكون فيه مباريات في الدوري الفتره اللي جايه الى حين عوده المنتخب الاولمبي. كده الكلام مظبوط وده التصريح اللي قاله الكابتن سيد، او ده الاتفاق اللي قاله المهندس احمد مجاهد مع كل الانديه سواسيه وبلا استثناء، صح كده؟ بالفعل يا محمد، انا لما بسال كابتن سيد بقول له موقف النادي الاهلي، قال لي لا مش موقف النادي الاهلي، ده كلام مهندس احمد مجاهد لكل الانديه مش للنادي الاهلي. قال لي الكلام ما كانش بيننا وما بين المهندس احمد مجاهد، الكلام كان قدام كل الانديه، ان في حاله صعود المنتخب للدور الثاني مش هيبقى فيه اي مباراه بدون اللاعبين الدوليين، وهننتظر لعوده اللاعبين الدوليين لانديتهم.
وطبعا كابتن سيد طبعا وكعاده النادي الاهلي طبعا احنا دايما داعمين للمنتخبات الوطنيه بجميع فئاتها، والنادي الاهلي اكيد هينتظر اللحظات يعني القليله او الساعات القليله المقبله عشان نتعرف على قرار اتحاد الكره، ولكن ده الاتفاق اللي كان مفروض ملزم لكل الانديه والنادي الاهلي، والنادي الاهلي اعتقد التزم ولعب 3 مباريات مهمه جدا في مشوار الدوري يعني بما فيهم مباراه اسوان غدا يا محمد في ظروف صعبه جدا وفي ظل يعني نقص غياب لاعبين كتير جدا، ولكن النادي الاهلي كعادته داعم لكل المنتخبات الوطنيه، وكعاده النادي الاهلي دايما ملتزم باتفاقاته ووعوده اللي بيعطيها لكل الجهات مش بس اتحاد الكره المصري. اكيد اكيد يا توفيق. طيب جزئيه ثانيه كمان عايز اطمن منك، يعني في غياب لمحمد هاني اكرم توفيق مع منتخبنا الاولمبي، الجهاز بقى ان شاء الله هيحضر بشكل جيد بحيث ان الثغرات او النواقص بسبب غياب اللاعبين هيكون كل التحضير الجيد لمباراه اسوان، خاصة كمان ان عندك غياب عدد كبير جدا، فبالتالي بيتسو موسيماني شايفه حتى قدامه هو على الصورة قبل الدخول للمران، اكيد في تحضير بقى لكل ده وهنعرفه منك بقى بعد نهاية المران لما تعلن القايمة، هنشوف ازاي بيفكروا الماتش بكرة ان شاء الله يا توفيق. ان شاء الله بالفعل يا محمد زي ما انت قلت النادي الاهلي فيه نقص كبير طبعا جدا سواء اللاعبين اللي في المنتخب الاولمبي زي ما اتكلمنا او كمان محمد هاني بيغيب للانذار الثالث، ولكن اعتقد فيه اكثر من بديل، مستر بيتسو موسيماني يمكن كان حريص انه يكون المران امس واليوم يعني بس ربع ساعه في الاول كده مسموح لنا بالتواجد فيها، ولكن بعد كده المران بيكون مغلق بالكامل سواء امام وسائل الاعلام او حتى كمان اعضاء النادي الاهلي والمتابعين من خارج الاسوار، فالتمرين مغلق بشكل تام، ولكن يعني التمرين امبارح يمكن تم يعني تجربه اكثر من لاعب في اكثر من مركز في المراكز هيكون فيها نقص عددي وخاصه بالمركز الباك اليمين، لكن اعتقد في اكثر من لاعب مش عاوزين نتكلم في التفاصيل طبعا عندنا مباراه مهمه بكره، لكن في اكثر من لاعب اعتقد قادرين بشكل اكثر من رائع ان هم يقوموا بالدور دوت، واعتقد ان اي 11 لاعب هيكونوا موجودين غدا في فريق النادي الاهلي ان شاء الله قادرين على تحقيق الفوز وتحقيق احلام وطموحات جماهير النادي الاهلي بالحفاظ على لقب الدوري العام السادس على التوالي وال43 في تاريخه باذن الله. زميلي العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ومجهود جبار، وحاولت توصل لأهم التفاصيل والمعلومات لكل السادة المشاهدين عشان حالة البلبلة على السوشيال ميديا من النهاردة.